السلام عليكم. راح نعرض اليوم جافا ام اي. طبعا انا راح اختصر شوي مشان الوقت لانه في صلاه هلا بعد شوي. هاي التيبس الاساسيه، هاي الاوت لاينز اللي راح نحكي عليها. راح نحكي بريفلي عن جيتو ام اي، بعدين راح احكي شوي عن الميدلت والميدلت ديفلوبينج. طيب راح احكي شوي عن الميدلت والميدلت ديفلوبينج، راح احكي شوي عن البيرسيستنس داتا، اعطي شوي لايف ديمو، وفي شويه اوبن سورس بروجكتس نحن حتى استخدمناها وتعاملنا معها، راح اعطي فكره بسيطه عنها. بس بالبدايه راح ابدا مع جافا اوفر فيو. طبعا جيمس جوزلينج هو اللي بدا جافا بعام 1991. بالبدايه اول اصدار كان لجافا اللي هو الفيرجن 1، كان بعام 1995. طبعا جافا 2 بدات اللي هي ليه. تفضل. كان الثورة بعالم جافا لما اجت جافا الفيرجن 2 اللي هي 1.2، بس طلع على تسميتها جافا 2 طبعا، لانه عطت فرق كبير بين الاصدار اللي قبله والاصدار الجديد. طبعا هي طلعت بسنة 98 وكان في اكثر من ريليز لها. الريليز الاول كان هو للستاندرد اديشن، وكان في اصدار ثاني اللي هو الانتربرايز اديشن وفي الموبايل اديشن. طبعا ب 2006 تحول الاسم لماركتينج بيربوس، تحول الاسم من جافا 2 ام اي وجافا 2 اس اي الى جافا اي اي وجافا اس اي والى اخره. طيب نحن كان الفوكس عندنا هون اليوم هو عن الجافا ام اي، راح نركز على هاي الجزئيه ونحكي عليها. طيب هلا الجي في ام او الجافا فيرتشوال ماشين اللي شغاله على الشغاله هي على الموبايل ديفايسز، هي طبعا عباره عن اختزال او اختصار لل الجافا ستاندرد اديشن. يعني في عندنا نحن لايبراريز معينه موجوده ضمن هالباكج هاي، ضمن هالفيرتشوال ماشين، هي اللي عم تشتغل عليها. طبعا هي موجهه لعباره عن الاجهزه الصغيره اللي فيها لو ريسورسز، يعني ممكن من الاجهزه اللي معنا اللي هي مونو اللي ما فيها مالتي كلرز، للبي دي ايز، حتى موجهه للبيجرز. في عنا كمان كان اكزامبل صغير بتذكر انا انه سامسونج تعاملت مع صن اللي هو عملت سمارت هاوس فتره من فترات، اللي هو كان انه حتى يحطوا بروسيسور، سامسونج عملت بروسيسور حطوه على بلب ثلاجي او غسالي كان في ار دي اف، بحيث انه انت لما تحط مجموعه من علب الحليب، اربع علب، يعطيك لما تخلص، يعني انت كل ما عم تاخذ علبه هو في ار دي اف بيقرا انه راحت هاي العلبه لحتى تنتهي العلب، بيعطي طلب مباشرة للشركة، موصول أونلاين بيعطي طلب مباشرة للشركة إنه لازم يصير إعادة تعبئة أو إعادة جلب هالعلب هاي من جديد. طبعاً صن عنده كونتراكتس كتير مع أغلبية شركات الموبايلز، فلذلك منلاحظ إنه أغلبية الموبايلز بين إيدينا هي بتدعم جافا، إلا بعض الموبايلز ما في كونتراكت بين صن وها. وعلى كل حال في إيميوليترز، يعني في نحن عنا مشغلات ممكن نحن نحطها على هالفونز هاي ونقدر نشغل عليها الميدلت أو عفواً جي تو إم إي أبليكيشن حتى لو ما كانت تدعم بأساسها. في عندي هذا من شركة صن طبعا، كيف مقسمين هني، عندهم مقسمين الطبقات طبعا المالتي تيرز اللي هي دائما تعطي فليكسيبيليتي وتعطينا أريحية كتير بالتعامل مع جميع أنواع الفونز. نحن راح نركز على جزئيتين، مثل ما ملاحظين تحت نحن في عنا الأو إس اللي هو الأوبريتنج سيستم، ممكن يكون سيمبيانز أو واتيفر أوبريتنج سيستم. في عنا فوق راح يجي الجي في ام اللي هي مسؤولة عن تشغيل أنظمة جافا بغض النظر عن شو كانت البلاتفورم أو شو كانت الأرضية اللي تحتها عم تشتغل. طبعاً هو الكونفيجريشن مثل ما راح أشرح شوي بعد شوي، إنه هو اللي بيحدد الأساسيات أو الشيء الموجود، الكور الموجود بقلب الجي في ام، وفي فوق البروفايلز اللي هو مخصص لجهاز معين. بجوز تكون الأمور شوي ما أنا واضحة بالبداية، بس هلا بعد شوي إن شاء الله راح توضح شوي ورا شوي. طيب بالبداية راح أحكي عن الكونفيجريشن بروفايلز. مثل ما حكيت راح أبدأ من تحت ما من فوق. شايفين عندكم انتم بالدياجرام الموجود هنيك في عنا الكونفيجريشن اللي هو راح احكي عن انواعه بعد شوي، اللي هو عم يوصف الجي في ام او عم يحدد شو موجود ضمن الجي في ام، وعندي فوق البروفايلز، وممكن انا ضيف اوبشنال باكجز. الاوبشنال باكجز هي ممكن انا استخدمها مثل الميديا او وات ايفر. راح ابدا من تحت مثل ما حكيت. الكونفيجريشنز مثل ملاحظين من التعريف هو بيحدد شو هي الامكانيات الموجوده ضمن الجي في ام، شو هي الباكجز الموجوده ضمن الجي في ام اللي عم تعامل معها. فوق توب مبني فوقه الاي بي ايز المبنيه فوقه هي البروفايلز اللي هي مخصصه لديفايس معين. طبعا البروفايلز هي بتعطينا اي بي اي، يعني اكستند اي بي اي، اي بي اي زياده لحتى اتعامل معاها، وراح نشرح شوي بعد عليها. في
في بس نقطة مهمة كثير أوضحها هوني، ممكن نحن نلاحظ يعني كونفليكت إنه في عنا KVM. KVM هو المقصود فيه هو نفسه GVM، بس هو المقصود فيه الكيلو بايتس فيرتشوال ماشين. طبعا نصطلح على كيلو بايتس لأنه كثير حجمه يعني مينيتير كثير صغير، فلذلك سموها كيلو بايتس. طبعا الكونفيجريشن، بس عفوا الكونفيجريشن هو موجود يعني امبلمنتد بالديفايس، وطبعا هاي مسؤوليه المصنع المانيفاكتشر تبع الديفايس، هو المسؤول عن انه يعمل امبلمنت للكونفيجريشن ضمن الديفايس. بالنسبه للبروفايلز كمان هي امبلمنتد بالديفايس، ونفس الفكره الكونفيجريشن كمان المانيفاكتشر هو المسؤول عن عمل امبلمنت الى، بس الفكره انه هي مبنيه فوق وبتعطينا اي بي ايز اضافيه مثل ما حكينا، والاوبشنال باكجز اللي هي لازم نحن نضمنها ضمن الابلكيشن تبعنا ضمن الجار فايل، لانه هي ما بتكون امبلمنتد بالديفايس. كونفيجريشن في عنا نوعين مهمات من الكونفيجريشن اللي هن الاساسيات عفوا، السي ال دي سي اللي هو كونكتد ليميتد ديفايس كونفيجريشن. طبعا هذا بيعطي كثير يعني مينيمم ريسورسز، بيدعم الاجهزه اللي فيها مينيمم ريسورسز مونو ممكن تكون، يعني عنا مثل ما ملاحظين انه 160 كيلو بايتس هذا المطلوب لحتى يشغلوا المينيمم. في عنده ممكن يتعامل مع بروسيسور 16 or 32 بت بس البروسيسور، كتير الكونكتيفيتي باندويث لو، ما عندي ليميتد عفوا، ما انا كتير مفتوحه. السي دي سي اللي هو الكونفيجريشن ديفايس عفوا كونكتد ديفايس كونفيجريشن، اللي هو بيدعم الـ من 2 ميجا بايت ميموري واكثر من 2 ميجا بايت. عندي البروسيسور لازم يكون 32 بت بس، وفي عندي هاي باندويث بيعتمد على TCP/IP. في عندي هذا المثال مثل ما شايفين، او هذا الشيء اللي عم يوضح الباكجز الموجوده ضمن CLDC كمثال. في عندي انا الكور باكجز الموجودين ضمن جافا الكور لايبراريز، وفي عندي السكيورتي والانترناشوناليزيشن، ومثل ما شايفين الميد بي او البروفايل عفوا اللي هو مبني فوق البروفايل اللي هو مبني فوقه اللي هو بيعطينا الموبايل المبني فوق اللي هو بيعطينا ال UI يوزر انترفيس، بيعطينا الار ام اس ريكورد مانجمنت سيستم، وبيعطينا النتوركينج HTTP. فهو APIs اضافيه مبنيه فوق الكونفيجريشن مشان تعطينا امكانيات لحتى نستخدمها ضمن الابلكيشن الخاص فينا. شوفوا الباكجز الموجوده هون، في عند الجافا لانج مثل ما شايفين واليوتيل، وشايفين انه هو عباره عن كثير مينيمم من الجي في ام. في عند هنيك البروفايل اللي اعطاني UI اضافيه، اللي اعطاني جيم، اللي اعطاني ميديا، اللي اعطاني RMS مشان التعامل مع الستور. طيب الميدلت نحكي شوي عنه بسرعه كمان. الميدلت هو عباره عن الحجر الاساس الموجود ضمن تطبيقات الميد بي. الميدلت هو عباره عن اي تطبيق ميد بي لازم يشتغل على الكونفيجريشن على البروفايل عفوا اللي هو الميد بي، هو عباره عن لازم يعمل اكستند للميدلت كلاس. طبعا الاساسيات الموجوده ضمن الميدلت كلاس هي عباره عن الجاد والجار. الجاد هو عباره عن ديسكريبشن للابلكيشن اللي عندنا، والجار فايل هو عباره عن الاكسكيوتابل راح يتنفذ. طبعا بالنسبه للجاد فايل هو راح يعطيني عباره عن وصف للجار فايل الموجود عندنا، من اسم للجار فايل، من السايز تبعه، الفيندور، وفي عندي اهم نقطتين اللي هي راح يعطيني مثل ما شايفين اخر شيء الكونفيجريشن، وعندي انا البروفايل اخر خطوتين موجودين اللي هو بوصف لي شو هو الكونفيجريشن انا عم اتعامل معه على الديفايس، وشو هو البروفايل اللي انا عم اتعامل معه على هذا الديفايس. بالنسبه للميدليت في لايف سايكل للميدليت اللي هو في عندنا فوق اللي شايفينه باللون الاحمر اللي هو الاي ام اس الابلكيشن مانجمنت سيستم الموجود امبلمنتد على الديفايس. نحن لما بنبدا اي تطبيق ميدليت راح يكون هو بالبدايه لما يستدعي الكونستراكتور تبع تطبيق الميدليت هذا راح يكون في عندنا نحن بحاله بوست. بعدين لما راح يعمل ستارت يستدعي الميثود اللي شايفينه اللي هي تعمل ستارت للابلكيشن راح ينتقل الاوتومات لحاله ميدلت اكتيفيشن، وبالنهايه ممكن نحن نعمل ديستروي للميدلت مثل ما شايفين تحت لما بيستدعي ديستروي ابلكيشن. في عنده مثال صغير، في عنده بالسطر الاول الايفنتس مثل ما ملاحظين، بعدين الاكشن اللي عم يعمله الابلكيشن مانجمنت سيستم بالسطر الثاني، والسطر الثالث هو الستيت اللي نحن فيها ضمن الميدلت. خلينا نفترض المثال انه نحن اليوزر عمل ايفنت اللي هو استدعى تطبيق ميدلت. طبعا الابلكيشن مانجمنت سيستم راح يعمل كول للكونستراكتور تبع الابلكيشن مثل ما شايفين هون، وراح يكون بالبدايه الميدلت بحاله بوز. بالمرحله الثانيه العمود الثاني راح نلاقي انه هو عمل انستانشيشن للميدلت، طبعا انتقل عمل كول للستارت اب وانتقل هو لحاله الاكتيفيشن. لنفترض انه بالعمود الثالث اجتنا